حبايبي جريد 5، كل سنة وانتم طيبين. فيرست تيرم 2025، تعالوا نشوف السنة دي احنا في جريد 5 كبرنا، طب هناخد ايه جديد؟ هل هنكمل على النمبر؟ ايوه، بس هناخد ليها شكل جديد. زي انت السنة اللي فاتت كنت بتكتب على كراستك جريد 4، السنة دي هنكتب جريد 5. تعالوا بقى نشوف ايه الاختلاف. بص كده حبيبي معايا، احنا بقينا جريد 5 فيرست تيرم بس 2024. ادي دي الكلمه الجديده. ايه الكلمه دي؟ الله عليك، ديسمنت. ايه الديسمنت ده يا مستر؟ قال لي اسمع بقى، الديسمنت ده بارت اوف 1، يعني حته من ال 1، يعني جزء من ال 1، يعني ليس 1. تخيل كل الحوار ده عشان نقول الديسمنت ليس 1. طب الراجل ده هنعرفه ازاي؟ شكله ازاي؟ تعالوا بقى مع بعض نشوف. طبعا دي القناه. بص حبيبي، جريد 1 و2 و3 و4 كنا بناخد النمبر ده. لو قلت لك ريد ذا نمبر هتعرف؟ اه هعرف. مريم 123. ريز يور فويس. 132. 123 قالتها الاول صح وبعدين خافت. ما علينا، ماشي. بص بقى معايا، تعالى نفتكر حاجة كنا بناخدها في جريد 2 وجريد 3 وكمان جريد 4. لما اسألك عن ال 3، يا 3 البليس، البليس بتاعك ايه؟ اه يبقى احنا طالعين من جريد 2 وجريد 3 وجريد 4 بكلمة بليس فاليو وكلمة فاليو. هنقول لهم تاني السنة دي ونزود عليهم حاجة بسيطة. زي ايه؟ زي انا كنت بكتب اسمي ادم مؤمن، كنت في جريد 2، السنه اللي بعديها كتبت ادم مؤمن بس في جريد 3، كتبت بعديها في جريد 4، والسنه دي هكتب جريد 5. فانا عندي ال 3 البليس بتاعها مكانها، هل زي ال 2؟ لا. طب زي ال 1؟ لا. يا ترى بقى انت فاكر ال 3 دي البليس بتاعها ايه؟ حد عارف؟ ها؟ once. ها؟ once. برافو عليك. اسمع بقى يا قمر، يا مستر يعني انت عايز تقول لي ان انا من هنا ورايح بص يا قمر اللي ايه؟ لو انا كتبت 2 وكتبت جنبها 2، ايه ده؟ هما دول زي بعض؟ اقول له لا، انا باجي من الرايت، يعني انا جاي اهو من الرايت، جاي من اليمين. لما اقول لك كلمه بليس او بليس فاليو دايما تيجي من اليمين. طب ليه؟ تقول له عشان الديجيت ده، الديجيت ده مكانه غير ده، ده في عيله مين؟ في بيت مين؟ طب واللي جاي بعده؟ حلو خالص. طب ولو كتبت تو تانيه؟ يبقى المكان بتاع دي غير دي غير دي، كلنا ساكنين في عماره واحده. ايوه، بس في حد في الدور الاول. اه كلنا في عماره واحده بس كل واحد في دور. زي كلنا في شقه واحده، بابا وماما وانت واخواتك، بس ايه؟ بابا وماما في اوضه. الله، مريم كتبوني وانا في اوضه واختي في اوضه كده يعني. طب ما هي ما فيش غير اوضه واحده، مش مهم، المهم ان في بيت، مش كده؟ يبقى انا التو دي اجي من الرايت، ادي الرايت، من اليمين. اول ديجيت، اول ديجيت، اول رقم يا مستر هو له بيت، غير اللي بعده، غير اللي بعده. وده اللي درسناه في جريد 4 لغايه المليار، لغايه المليار، البليون، مش كده؟ طيب تعالوا بقى نرجع للجزء بتاعنا اللي احنا كنا بنتكلم فيه ونعيد تاني الكلام الجميل. بص بقى يا عمر، يبقى انا ال 3 دي اه انا جاي من الرايت، يا 3 البليز بتاعك ايه؟ حلو خالص. طب يلا، ايه ده بقى الجديد؟ فاليو. هل يا مستر البليز فاليو زي الفاليو؟ لا. مش فاهم. انا ساكن في عماره واحده مع واحد في الدور التاني، بس انا معايا 1000 جنيه هو معاه 100 جنيه، واحد تاني معاه 10 جنيه، اه كلنا في عماره واحده بس مش كلنا معانا نفس القيمه، مش كده وبس.
انت في البيت واخوك وبابا وماما، تفتكر الفلوس اللي في جيب بابا زي الفلوس اللي في جيب ماما؟ لا. زي الفلوس اللي معاك انت؟ لا. زي الفلوس اللي معاك اخوك الكبير؟ لا. يبقى انا لما اقول فاليو اكيد يا مستر الثري، ايه ده هي ثري. لكن لما اجي اقول يا تو، انت البليس بتاعك في بيت مين؟ تنس. هل الفاليو بتاعتها اقول برضو تو؟ لا. ليه؟ قال لي اصلا انا لما اقول لك انها في بيت التنس يبقى معاها زيرو، ده في العشرات بالبلدي. كمان مره. تعالى يلا نعمل ستوب ونروح على الصفحه البيضه بتاعتنا. استنى يا مستر عشان نفهم الحته دي. بص حبيبي، دي في عيله الايه؟ يبقى طالما في عيله التنس، لما اجي اقول لك الفاليو تقول لي حط لها زيرو، تبقى 20. يبقى انا لو كنسلت دي ما اقراهاش 2، دي في بيت التنس اقراها 20، يبقى معاها زيرو. طب الغلبانه دي في بيت مين؟ يبقى لما اجي اقراها ايه؟ 200. يبقى اللي في بيت ال 100 تاخد 2 زيرو، في بيت التنس 1 0 مش 1. طب مش فاهم ولا يهمك، تعالى نعيد تاني. بص يا عمر، ريد ذا نمبر. حاضر يا مستر. لما اجي اقرا اجي من الرايت ولا من الليفت؟ ازعل. امال انت اجي من الرايت؟ لو بقول لك البيس، لما تيجي تقرا النمبر ده مش هتبدا بالفايف، هبدا من مين؟ يا ثري. انت في بيت مين؟ شكرا. يبقى 300. ال 100 تتقري لوحدها، لكن الوانس والتنس كنت اقول لك ايه؟ مع بعض توجذر. يبقى الوانس والتنس دايما اقراهم مع بعض. يبقى يلا مع بعض، ريد ذا نمبر 45. طيب اسمع بقى، انا دلوقتي عايز البليس يا فايف، ايه البليس بتاعتي؟ once. الله عليكم، وانس. لازم اتعلم اكتب. يا فور، ايه البليس؟ الله، حلو خالص. هو بيسال على البليس. طب الثري؟ شكرا. تعال بقى ناخد الفاليو. يا فايف، كانك بتقراها، اقراها فايف. طب والفور؟ 40. الله، عشان انت في التنس معاك زيرو. طب والثري؟ 300. عشان انت في الهندرد معاك 2 0. وصلت؟ طب نقول كمان؟ خلاص؟ نقولها تاني؟ نقولها تاني. لا معلش استنى، انا لسه برضو مش فاهم، نعيد تاني. بص يا عمر، بص بقى، شايف الكومة دي؟ اصبر اصبر، دي كومة لسه ما خدناش البوينت يا عم. اسمع بقى، لما تيجي حبيبي من الرايت اقول له السنة اللي فاتت قسمنا كل عيلة عندها كام ولد؟ 3. حلو، يبقى دي 1 10 100، دي عيلة. رحنا بعد كده لعيلة تانية عندها كام ولد؟ 1 برضه 3 1 10. بس العيلة دي عيلة مين؟ عيلة خالتك سوسن، عيلة 1000. بص بقى مريم، سيبي لي فيديو، خدي بالك يا عمر. يا 8، أنا دلوقتي عايز ألعب مع البليس. ال 8 البليس بتاعها؟ 1. لا طب نفكر، ما نجاوبش بدون إيز. أنا بتكلم على البليس، يبقى البليس كأني بقول لنفسي انت في بيت مين؟ مريم ابراهيم. الله عليك يا مرايا، هديها او كابيتال. فريده ال 6. الله دي كبيره. يلا ياسين ال 7. اديها اتش كابيتال كبيره. طب وال 5 دي؟ ها مريم 1000. نديها تي كبيره واتش كبيره، تي كابيتال اتش كابيتال، اختصار كلمه 1000. نقول كمان متأكد؟ طب تعالى بقى نلعب مع الفاليو. أقول له دي 8، هي 8. يلا، مين عايز يلعب؟ نور. الـ 6 دي الفاليو بتاعتها كام؟ 6. على مهلك وما تخضيش. أقول له هي الله عليكي حبيبتي يا نور. يلا، ناخد ثانية، الأمورة الجديدة
احنا قلنا اسمها جوز.